رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وتفاعلاتكم، وكمان بنتلقى عليها تعليقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن دايما ننتفع بخير ما تقدموه، وإن شاء الله نكون دايما متواصلين في رمضان وبعد رمضان على الدوام. ومعانا أول اتصال، أستاذة مرفت. أيوة يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، هي بنتي والدة ففترة النفاس بتاعتها 40 يوم، ولا إذا انقطع الدم ممكن تصوم؟ طيب، هو احنا عندنا ده السؤال. والسؤال التاني بقى، هل هي يعني مادام بتفطر تفطر حد، ولا هي بتعوض ال 30 يوم بعد لما بتخلص فترة رمضان وكده؟ حاضر، اجاوب على حضرتك. مش لما تخلص فتره رمضان، لما هي تخلص الفتره اللي هي فيها، اللي هي ممنوعه فيه من الصيام. احنا دلوقتي عندنا، هل لازم كل نفساء تفضل 40 يوم؟ هو اقصى مده للنفاس عندنا هي 60 يوم. هي بقى لازم تقعد المده القصوى؟ لا، ده لو حصل ان هي طهرت، يعني ارتفع الدم، دم النفاس. وفي ناس بيسموا ان الولاده دي ولاده نظيفه، يعني لو ارتفع عنها الدم في أي وقت فارتفع عنها الدم فهي تصوم، لأن العبرة في مسألة النفاس ومسألة الحيض هو نزول الدم. فإذا ارتفع الدم، إذا ارتفع الدم وكان ده مع وجود علامة على الطهر زي القصة البيضاء أو الجفوف لمدة خلاص، هي تبقى خلاص، يبقى كده طهرت، وعليه عليها ان هي تصوم، وليها ان هي تصلي، لان خلاص. يعني ايه؟ يعني مش لازم النفساء تقعد ال 40 يوم، لا، ده ممكن تقعد ايام قليله. وحتى كانت هناك روايات واضحه عن السيده البتول ان هي كانت لا تنفس. فاذا المساله لا، مش لازم تستمر ال 40 يوم. أنا بكرر ليه؟ لأن دوت عند الناس اعتقاد، حتى لو ما كانش، حتى لو الدم ارتفع بيفضلوا لا يصلوا ولا يصوموا ال 40 يوم، لا ده مش صحيح، وده مش حكم فقهي، ده انطباع عند الناس أفسدوا على الناس كثير من العبادة. السؤال الثاني بقى، طب وهي لما ما بتصومش الأيام اللي عندها نفاس فيه، حتى لو كان ده رمضان كله، تعمل إيه؟ لا، هي الدكتور ما قالهاش ان هي مش هتصوم خالص. اللي بيفدي ده اللي الدكتور بيقول له انت لا امل في برئك، وايه اللي حاصل، وانت مش هتقدر تصوم تاني، فساعتها يفدي. لكن هي قادره على الصيام، فهتعمل ايه بعد ما تخلص الحمل؟ حتى لو كمان عايزه الرضاعه، وبعد ما تخلص الرضاعه تبقى تصوم الايام اللي فاتتها من غير فديه. يبقى هي عليها ان هي تصوم الايام اللي فاتتها، ومش عليها ان هي تخرج فدية. معانا السيدة معلاء. أسأل فضيلة الشيخ. أنا مع حضرتك أهو، اتفضلي يا حاجة معلاء. أيوة ابني، أنا أصلي العشاء والتراويح وراء الشيخ في المسجد وأنا في البيت. طيب، خلينا نقول المسألة دي مسألة فيها شوية تفاصيل. هو البيت بتاع حضرتك مفتوح على المسجد ولا ده ولا مفيش أي منفذ؟ لا، مش هينفع. وأنا ست كبيرة مش قادره، ما بقدرش اقف على رجلي، ما اقدرش اروح المسجد. بصي يا حاج، هو الاساس عندنا ان لابد من اتصال الصفوف، ولابد في الاقتداء ان انا استطيع ان اعلم ما يفعله الامام، لان لو انقطع الصوت انت هتعرفي متابعه الامام ازاي؟ يعني لو قطع صوت الميكروفون انت مش هتقدري تتابعي الامام. أيوة. وانت مش شايفه بقيه الصفوف، انت سامعه الصوت بس. ايوه، احنا عندنا عشان نأمن المسألة دي، فأقل حاجة ان انت تشوفي اواخر الصفوف، عشان حتى لو الصوت انقطع تقدر تشوفيه. اما وان ده مش متأتي فما ينفعش ان احنا نقتدي بالامام. طبعا انا عارف ان ده ممكن يكون تقيل عليك، في ناس كتيرة بيحبوا ان هو يصلوا التراويح جماعة. هاتي حد من اولادك او من احفادك او حتى من اللي حواليك يصلي بحضرتك، وان شاء الله صلاتك دي ثوابها أعظم من الصلاة في المسجد إن شاء الله. فإن شاء الله ربنا يكرمك، لكن ما ينفعش تتبعي الإمام بناء على صوته، فإذا انقطع صوته لا تستطيع أن تكملي صلاتك. هل معنى كده إن أنت لو حصل ده صلاتك تبطل؟ لا،
بس انت ما ينفعش، مش هينفع تقتدي به وانت لا تستطيعي ان تتصلي به. تتصلي به اما بالرؤيه او تتصلي به بان انت تكوني قريبه منه، فاذا ما كانش ده فمش هينفع ان انت تقتدي به. معانا ام احمد. السلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وبسلام. الله يبارك لنا فيك يا شيخ. والله انا عندي سؤال، بس انا عندي ابني. بس مفيش داعي للاحزان ولا اي حاجه، الدنيا رمضان وفيها بركات ونفحات كبيره، اوعي تحزني. يا رب يا رب. قولي يا ست. لما باجي تخطب له مفيش، بعديها بشهرين ثلاثه تبص تلاقي اتفشكلت وخلاص كده. طيب. ما بيحصلش نصيب. هو اللي بيفشكل ولا هما اللي بيفشكلوا؟ هما ساعات احنا. طيب ما هو ده حال الناس كلها، حال الناس كلها. ليه بقى يا ستي؟ أيوه. حال الناس كلها لان في تغيرات حصلت في المجتمع. ايوه. الاولاد، اسالك سؤال، هو ابن حضرتك كان تلقى تدريب ولا تاهيل فيما يتعلق بالاقبال على الزواج؟ يعني هو بقول لك ابنك اتدرب على الجواز، يعني اتدرب ازاي يختار شريكه حياته، اتدرب ازاي هيدير حياته الزوجيه ازاي؟ لا. طيب يا حاجه، احنا عايزين دلوقتي، احنا دلوقتي في دورات كتيره للمقبلين على الزواج، حتى في دورات في دار الافتاء المصريه هيبقى البرنامج ال15 موجود. أيوة. يشرف ويتعلم ده. طب ده يساعده في ايه بقى؟ أيوة. يساعده ان هو بلاش من غير ما يعرف نفسه يروح يقبل على الزواج. فهو الاساس ان الانسان يعرف هو عايز يتجوز ليه وعايز يتجوز مين وايه المعاني اللي مش ممكن يقبلها في شريك حياته وايه الحاجات اللي تسعده لما يكون شريك كده، يبقى هو داخل يتجوز بجد. لكن احنا بنعمل ايه؟ في كتير من يعتبروا الجواز عباره عن حادثه، هو اصطدم في عربيه. يعني ايه اصطدم في عربيه؟ هو مش مجهز نفسه. فعشان كده لازم نكرس ده في حياتنا، ان احنا نبقى واعيين بايه جواز. فأنا شايف إن ابن حضرتك يروح، ودوت على فكرة مفيش اشتراطات في البرامج دي تتعلق أبدا بشكل التعليم، يعني أي حد عايز يدخل البرامج دي، البرامج التأهيلية دي، وضروري إن احنا نقول لأولادنا كده، ده هيحل كتير من مشاكلنا فيما يتعلق بالجواز. نعم. أستاذ سامي. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم استاذ سامي، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. قلت انا كنت صايم عادي، وبعدين رحت كان عندي تعبت، رحت للدكتور. السلام عليكم وبركاته. لا كده يا استاذ سامي، احنا محتاجين بس نوطي التلفزيون وتسمعني من ممكن نوطي التلفزيون وتسمعني من التليفون لو تكرمت عليا. حاضر يا فندم. الساعة كل 12 ساعة في الوريد. طيب يعني انت بتاخد فقال لي افطر. مين اللي قال لك يعني افطر؟ مين اللي قال لك افطر؟ الدكتور. قال لك تفطر عشان الحقن ولا قال لك تفطر؟ الحقن في الوريد. معلش يا دكتور. الحقن في الوريد تفطر؟ لا عشان انا تعبان. عشان تعبان؟ يعني هو الدكتور قال لك افطر عشان انت تعبان، مش عشان الحقن اللي بتاخدها في الوريد، مالكش دعوه بحقن الوريد. قلت الوريد تفطر. طيب يا حاج سامي، واضح ان انت بتسالني سؤال مركب شويه، بتسالني بتقول لي انا الدكتور قال لي افطر. واضح افطر عشان حالتك الصحيه، وانت بتاخد حقن كل 13 ساعه وكل عدد من الساعات في الوريد. الحقن ما بتفطرش، اي نوع من انواع الحقن، لا الحقن المغذيه ولا حقن الفيتامين ولا حقن العلاج، كل الحقن دي ما بتفطرش. ليه؟ لان عشان الانسان يفطر لازم يدخل الشيء لجوفه من منفذ مفتوح، والجلد مش منفذ مفتوح. الجلد ماله؟ الجلد مش منفذ مفتوح. يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى اي حقنه بتتاخد عن طريق الجلد في العضل او في الوريد ما بتفطرش. طيب اصل بعض الناس فاهمين ان في فرق ما بين العضل والوريد، ان الوريد بيدخل في الدم. لا، احنا مالناش دعوه بقضيه الدم، احنا لنا دعوه هو الحاجه دخلت للجوف منين. لو دخلت من الجلد خلاص ما يبقى ما تفطرش. طيب الحاجه الثانيه اللي انت سالتني، اللي انت ما سالتنيش عليها بس مهمه قوي، ان الدكتور قال لك افطر. اذا الدكتور قال لك افطر، واضح ان حاله حضرتك محتاجه عنايه طبيه وعنايه في خلاص افطر. هل تكون قاسم؟ لا تكون قاسم. ده بعض الاحيان الانسان
لو عاكس ومرضيش يسمع كلام الدكتور قد يكون آثما، إذا كان الطبيب بيقول له وقال له إن في خطر على حياته ثم هو راح يصوم. يبقى إذن إذا كان الدكتور قال لك افطر افطر وما عليكش إثم، طب تعمل إيه؟ هتسأل الدكتور هو أنا هينفع صوم تاني ولا لأ؟ لو قال لك مش هينفع تصوم تاني خالص يبقى تطلع فدي. طب لأ قال لك إن أنت بس تخف إن شاء الله وتشد حيلك وتصوم يبقى أنت هتاخد الأيام اللي فاتتك. يبقى يا سادة إحنا لازم نفرق في الأحكام ما بين المسائل اللي إحنا اللي بتفطر واللي تتعلق بإن في شيء بيدخل الجوف، وإن إحنا ناخد الحقن، الحقن مش مفطرة لأن دي لا تدخل المادة اللي في موجودة عن طريق منفذ مفتوح، وعشان كده لازم ننتبه وبلاش نقول لبعض بعض الأشياء اللي تربك الناس ونقتصر بإن إحنا نسأل أهل العلم. فاصل ونكمل أسئلتكم المباركة. رجعنا لحضراتكم ومعانا أم مكة من البحيرة. أم مكة معانا؟ ايوه مع حضرتك. سامع؟ اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا عايز اسال سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني، انا بنت توفيت يعني من 4 شهور. الله يرحمها يا رب. كانت بنتي الوحيده وما عنديش غيرها، هي كانت عندها سنه الا شهر يعني. فدايما على طول انا بستكرها على طول عياط، والله انا راضيه بقضاء ربنا وكل حاجه، بس حته الدنيا كانت بتفهمني وبرده كانت بتسال دي دايما على طول يعني. انا عايز ضغمه بتحمد ربنا ولا ايه بالظبط؟ حاضر اجاوب على حضرتك. حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا حصل لي بعدها الشهر اللي فات بعد بنتي ما توفت حصل لي اجهاض، حملت الشهرين اللي فاتوا دول حصل لي اجهاض في الشهر الثاني، والدكتوره وطلع عندي يعني نقص مناعه، فيروس نقص مناعه، فقال لي الايام دي لازم افطر عشان العلاج اللي انا باخده. بس مع العلم طبعا دم الاجهاض خلص بعد الاجهاض 5 ايام، وبصلي من وقتها بصلي عادي، بس هو قال لي لازم تفطري عشان العلاج اللي انت بتاخديه نقص مناعه. طيب اجاوب على حضرتك على السؤالين. ماشي. اول سؤال حضرتك بتقولي ان بكاكي دوت على بنتك المباركه الله يرحمها اللي هي دلوقتي سبقتك الى الجنه ان شاء الله، وتكون ان شاء الله بضع منك ان شاء الله سبقتك الى الجنه، وربنا يجمع ان شاء الله بعد عمر طويل وعمل ان شاء الله فيه محبه الجليل سبحانه وتعالى، يجمع بينكم ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. فالبكاء اللي عندك ده لو ان بكاء مش انت اللي بتستدريه، مش انت اللي بتجمعي الذكريات وتعمليه مع نفسك، ده هيبقى ما فيهوش حاجه، ودوت هيبقى من شفقه قلبك عليه. لكن ما ينفعش ان انت تستمر في ده، ما ينفعش ان انت تصر على ده، ما ينفعش ان انت تقولي يعني هي لو كانت فضلت دي كانت ما انساني، لا خالص، ده اللي بيبقى مشكله بقى. لكن بكاكي ده لا، مش هيحاسبك عليه ربنا لو انك انت ما بتبالغيش فيه، ما بتستدعيهوش. لكن هو لو سال البكا من عينك من غير ما تقدري، والاحسن طبعا ان انت تذكري نعمه ربنا وتذكري ان الله سبحانه وتعالى عندما جعلها في هذه الحال هي عصفور من عصافير الجنة، هي خلاص دلوقتي قاعدة مع سيدنا إبراهيم، هي خلاص دلوقتي في راحة وسلام، وإن شاء الله تكون سبب من أسباب الشفاعة ليك. ده لازم تقوليه لنفسك، هتهدي وإن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة. الأمر الثاني، الإجهاض اللي حصل لحضرتك ده، الإجهاض أنت هتفطري عشان الدكتور قالك أن أنت لازم تفطري عشان العلاج، ودوت جائز شرعا، ده جائز شرعا، لان انت بتقولي خلاص الدم، ما انت مش بتفطري عشان ان في دم، انت بتفطري عشان ايه؟ عشان انت صحيا محتاجه ان انت تفطري. الله سبحانه وتعالى يقول فان كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، فحضرتك مريضه فيجوز لك ان انت تفطري، وما يبقاش في قلب غضاضه، لان انا عارف ان الاسى والوجع اللي عند حضرتك بيتقلب وكمان مش هصوم، لا افطارك ده ان شاء الله يكون طاعه، وان شاء الله ربنا يثيبك عليه عشان حفاظك على صحتك. معانا الاستاذه فاطمه من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا معايا 3 اولاد، من بعد ما الحمد لله ربنا رزقني بثلاث اولاد انا بستخدم لولب. فبعد كده الدوره نظامها اتغير، مثلا اول ما كانت بتيجي كانت بتيجي على طول، وكان بتيجي مثلا يعني مثلا 3 ايام، بعد كده ايام حاجات بسيطه. فانا حسيت ان نظامها بقى اتغير، بدل ما كانت بتيجي على طول لا كانت تيجي نقطه وبعد كده تغيب يوم، بعد كده تيجي تاني بعديها، وبعد كده اللون الدم نفسه اختلف وكده. فانا حسيت بلخبطه، فانا سالت واحده صاحبتي هي دكتوره، دكتوره نساء، بس ايه يعني مش كشف يعني، سؤال ستات كده عادي. قلت لها كذا كذا، راحت قالت لي طيب حضرتك هتاخدي دواء برشام اسمه برشام اسمه كذا، فهتاخديه وعامل زي ريسيت او اعاده ضغط يعني للدوره والحاجات اللي اتلخبطت دي، يعني حاجه هرمونيه يعني. طيب انت بتسالي ان انا جائز ان انا اخد الدواء ده ولا لا؟ لا انا خدته بالفعل، بس اللي حصل ان انا من اول رمضان، من اول ما خدته يعني للاسف في تنقيط، في نقط مستمره على طول. فانا من اول رمضان صايمه وبطلت كل حاجه. طب واحده واحده بس، ان النقط اللي حضرتك بتشوفيها دي فيها اوصاف فيها الاوصاف القديمه بتاع الحيض ولا لا؟ مش عارف، ما انا متلخبطه بقى في كده، ان هو يعني احيانا دم لونه فاتح، احيانا دم لونه غامق. ما انا لا، احنا عايزين بس اللون والريحه والشده. فانت الدم ده قد يكون ده دم مرض وقد ده يكون دم صحة. ده الحيض دم صحة مش دم مرض. واللي حضرتك بتقولي عليه المستمر دوت كان ممكن يكون شكل من أشكال النزيف، فعشان كده لازم تتأكدي. اسمعيني بس يا أستاذة فاطمة، لازم تتأكدي وتراجع الكلام ده، ولما تتأكدي وتراجع الكلام ده اتصلي بينا مرة تانية. لو كان ده، عشان بس أقول لك القاعدة، عشان لو كان ده في مماثل للدم السابق اللي كان بينزل عليكي وفي الاوصاف بتاعته، خلاص هيبقى دم حيض. اذا ما كانش فيه هذه الاوصاف وبينزل في شكل مرضي ودوت بيقولوا عليه ان ده اثر جانبي للدواء اللي انت خدتيه، فدوت يبقى ده استحاضه، وليكي ان انت تصومي ولا تفطري.